انا الصراحه مش متخيله ان انت كده عازمني على الغدا ومش عايز مني اي حاجه، فياريت تخلص وتقول عايز ايه. انا عايزك انت. نعم، مع السلامه. ليلى استني بس، ايه ده؟ هو الواحد ما يعرفش يهزر معاك ابدا يعني. بصي بصراحه كده انا محتاج مساعدتك. ايه الجديد؟ العماره دي هي اللي كان ساكن فيها صاحب الادله اللي انا خسرتها، فانا محتاج اعرف اي معلومات يعني من السكان عن العماره، عن صاحبها، اي معلومه اعرف اضغط بيها عليه. فايه يعني كنت محتاجك تيجي معايا، تطلع معايا فوق علشان في خطه في دماغي كده عايز اعملها. انا مش فاهم اي حاجه. شكرا انك وافقتي. تعالي. حاضر. السلام عليكم. حاضر يا ام محمود. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. هو مش حضرتك الاستاذ اللي جيت تسال على شقه قبل كده؟ ايوه انا. كويس انك لسه فاكرني. اهو بالاماره قلت لي على الاستاذه المدام وهتجيبها معاك. بالظبط كده، واحنا يعني كاتبين كتابنا بس لسه ان شاء الله الفرح يبقى قريب يعني. وماله وماله، ربنا يتمم بخير يا رب. يا رب ويسعدك. ده بيقول مدام، ما اتفقناش على مدام. ايه دي بس، ما تبوظيش الخطه. في حاجه ولا ايه؟ لا لا خالص يعني. طب تعالوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اتفضلي يا مرحبا. بقول لك ايه يا عم سيد؟ أؤمر أؤمر يا بيه. هو المثل مش بيقول الجار قبل الدار؟ أكيد طبعا معلوم. طيب أنا اللي يهمني بقى قبل ما أعرف أنا هسكن فين، أعرف أنا هسكن مع مين. هتسكن مع عروستك يا بيه. لا مش قصدي يا عم سيد، أنا قصدي يعني هسكن مع مين في العمارة. آه الجيران يعني. أهو في دي بقى عداك العيب. أيوه عشان يعني أبقى مطمن على العروسة كده وأنا سايبها لوحدها. يا بيه ما تقلقش، ده إحنا نحرسها في عينينا. الله يخليك يا عم سيد. اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم يا حاج عفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحتي وتكرمتي يعني، الأستاذ ومراته هياخدوا شقة من الشقق اللي في العمارة هنا، وبصراحة هم عاوزين يتعرفوا على حضرتك. أوي أوي، اتفضلوا. أهلا وسهلا، اتفضلي. يا سلام، الله علينا وإحنا واقفين أنا وأنت كده بنشرب شاي في التراس بعد الغداء. لو حطيت إيدك عليا تاني هرميك من هنا بالشاي بتاعك ده. ما شاء الله عليكم. ربنا يسعدكم يا ولاد، لايقين على بعض قوي. شفتي سمعتي قالت ايه؟ مدام عفت دي في بينها وبين ربنا عمار ما بتقولش اي كلام والله. الحب بقى يا مدام عفت. اه والله حضرتك من كتر ما هم بيقولوا لنا كده يعني ابتديت اشك ان جوازها هتبوظ من قبل ما تتم. لا بس انا قلت ما شاء الله. لا هي ما شاء الله متشائمه قوي حبيبتي، بس انا بموت فيها. ربنا يسعدكم ويتمم لكم بخير يا رب. إيه هو عم سيد البواب ما قالكش بقى انهي شقه اللي هتفضى في العماره؟ لا بس خير في حاجه؟ بيني وبينك كده يعني صاحب العمارة منمر على الناس اللي مأجرة هنا إيجار قديم، عايز يطفشهم يعني. طبعاً عايز يأجر الشقق إيجار جديد واخد فلوس أكتر ويدينا إحنا ملاليم، عشان كده أنا قلقانة. طيب وتفتكري الناس دول ممكن يشهدوا ضده؟ أعتقد آه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.